مساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي، حلقه جديده من العاب الصالات. 30 اكتوبر 2019، يوم الاربعاء. يوم الاربعاء النهارده عندنا بجد يوم جميل. ليه؟ لان الاتحاد الدولي لكره القدم بيهني قيمه قرويه كبيره في مصر، بيهني وبيشيد وبيقول له كل سنه وانت طيب، واحنا بالتالي لازم نقول له كلنا كل سنه وهو طيب. اكيد لان هو قيمه مصريه واهلاويه عربيه افريقيه عالميه. كل الناس النهارده بتقول له كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ونجمنا الكبير. كلنا النهارده كل السوشيال ميديا شايفها بتهنيه بعيد ميلاده. ربنا يديله الصحه وربنا يكرمه في اللي جاي وربنا يوفقه دايما، وبنقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن، وسنه سعيده عليك وسنوات سعيده من الصحه والسعاده باذن الله. بكده ممكن نبدا حلقتنا. حلقتنا النهارده معانا اخبار من كل الالعاب، لكن بدايتنا مع كره السله. كره السله وكابتن حاتم البحيري بيدخل مره تانية للتدريبات، بيستعد مع فريق النادي الاهلي لكره السله رجال عن استعداده لمباراه الزمالك. كابتن حاتم حيري كان مصاب في وتر اكيلس، لكن قدر يتعافى ويتشافى وبدا يخش في تدريبات بعد تدريبات علاجيه كثيره، بدا يخش في التدريبات الجماعيه، بدا يستعد هو وكتيبه النادي الاهلي لمباراه الزمالك في دور ال 16. مباراه مهمه ومباراه قويه يوم 5 نوفمبر على صاله امير عبد الله الفيصل في النادي الاهلي وهو دور ال 16. ده القرعه حصلت ده او القرعه عملت ده، لكن النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هيكون لعيبته في الميعاد، لان الروح والحماس اللي هم متواجدين لما تشوفهم حتى هم بيتمرنوا عندهم روح وحماس قوي جدا ان هم يقدروا يسعدوا جماهير النادي الاهلي. واضافه الى ان كل المصابين تقريبا رجعوا مره تانية الى الملاعب، فان شاء الله باذن الله تكون مباراه قويه جدا باذن الله ونتمناها اهلاويه باذن الله. هنسيب كابتن حاتم البحيري وهنروح لكابتن ياسر ابو الفتوح مدرب 20 سنه رجال كره سله. كابتن ياسر ابو الفتوح قيمه كبيره كابتن النادي الاهلي، وهو فعلا بيعد اجيال او جيل علشان يقدر يلعب داخل الدرجه الاولى. ده الهدف من اللاعبين او الفرق الصغيره الشباب والناشئين ان هم يعني نعدهم عشان يطلعوا يبقى عندنا لعيبه في كره السله رجال. كابتن ياسر بدا اعداده من 3 شهور ونص مع الفريق وهو بيخوض منطقه القاهره، ما شاء الله عليه ماشي اول هو وفرقته، هو ونادي الجزيره ماشيين اول تاني، لكن الاهلي لعب تقريبا في الدور التمهيدي في الجزيره والزهور ومصر البترول واكاديميه العلوم. وكابتن ياسر بيؤكد ان المنافسه قويه جدا مع نادي الجيش ونادي الجزيره اللي هو فاز على النادي الاهلي في مباراه بين الاهلي والجزيره وكانت مباراه صعبه وقويه. خلينا نروح لتقرير مع كابتن ياسر ابو الفتوح مدرب 20 سنه لكره السله رجال، وترجعوا لنا مره ثانيه. والله احنا عملنا فترة اعداد قوية جدا من حوالي 3 شهور ونص، وعندنا دلوقتي حاليا عندنا تصفيات بطولة المنطقة بطولة القاهرة. لغاية دلوقتي الحمد لله الفرقة ماشية كويس جدا، عندنا بس المشكلة عندنا اصابات، عندنا معداوي وعمر طارق لعيبة مؤثرة جدا، فرقة مش موجودة لسه قدامها حوالي شهر. السنة دي ان شاء الله الحمد لله كابتن اشرف توفيق وكابتن سيد مصطفى وكابتن احمد الجرحي جابوا لعيب كويس اسمه سيف من طنطا، مستقبل كويس للنادي الاهلي، اعتقد انه خامه طيبه وهيفيد النادي الاهلي في المستقبل كتير قوي. هو احنا لعبنا الدور الاولاني في بطوله القاهره، الحمد لله الفرقه ماشيه كويس، فاضل لنا ماتش في المجموعه، كلها ماتشات تصفيات لسه ما يعني لم يختبر فيها فرقه النادي الاهلي، بس كويس الحمد لله ماشيين كويس. طبعا احنا بنلعب على اول المجموعه وبعد كده هنلعب بيست اوف 3، كل فرقه تلعب ماتش على ملعبها وماتش خارج ملعبها. النادي الاهلي طول عمره عنده ناشئين على مستوى عالي جدا، النادي الاهلي عنده قاعده ناشئين محترمه جدا، في مدربين كويسين، مدير قطاع الناشئين كابتن سيد مصطفى وكابتن طارق رجب كان قبليه، عاملين اضافه قويه جدا لقطاع الناشئين، ما بيبخلوش ولا النادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي بيبخلوا على اي فريق في الناشئين باي حاجه يطلبها. في تدعيم قوي جدا مجلس اداره للقطاع عندنا وللدرجه الاولى، كابتن اشرف برضو عينه على كل لعيب من الصغيرين بحيث ان لو هو في حد عنده فرصه ان هو يبقى موجود في الدرجه الاولى هيبقى موجود في الدرجه الاولى.
اعتقد الامور ماشيه كويس تقريبا طول الوقت في النادي الاهلي. عندي اربع لعيبه خمس لعيبه منهم اثنين لعيبه مصابين اللي هو تعليم معداوي وعمر طارق بجانب بودي وعمرو زهران وفي سيف بتاع طنطا اللي لسه جايبينه برده بيطلع للدرجه الاولى. كابتن اشرف بيحاول يدي فرص على قد المتاح للدرجه الاولى طبعا. على بطوله القاهره هو تقريبا الجزيره والجيش ومع احترامي طبعا لباقي الفرق يعني كلهم لعيبه فرق كويسه جدا نحترم القسم طول النادي طول الوقت النادي الاهلي بيحترم القسم قدامه اللي قدامه طول الوقت. هم ثلاث ماتشات تقريبا هم اللي هيبقى فيهم يعني منافسه عندنا لازم يبقى ما دام 23 سنه انت الليفل بتاعك راح للدرجه الاولى تعتبر فلازم تبقى على اعلى يعني مستواك يضاهي الليفل الاعلى. فالحمد لله عندنا في ناس ان شاء الله خير يعني مستقبل مشرف للنادي الاهلي ان شاء الله. زي ما شفنا كابتن ياسر ابو الفتوح مدرب فريق 20 سنه رجال لكره السله وهو بيقول ان احنا بنحترم جميع المنافسين وهو ده اللي احنا بنتعلمه في النادي الاهلي. لكن اكيد في جمله مهمه قالها برضو ان هو بيطمننا على مستقبل كره السله في النادي الاهلي. الناشئين اللي طالعين ما شاء الله عليهم يقدروا يقودوا المسيره ان شاء الله باذن الله في كره السله في المرحله اللي جايه وده اهم حاجه. التارجت الاساسي دايما عندنا في قطاع الناشئين والشباب او القطاع اللي هو قبل الدرجه الاولى هو ان احنا نقدر نطلع لعيبه تقدر تلعب باسم النادي الاهلي في فرق الدرجه الاولى. نتمنى لهم التوفيق باذن الله. هنسيب كره السله وهنروح لكره اليد. كره اليد خلاص استعدت مظبوط عندها مباراه بكره ان شاء الله مع نادي 6 اكتوبر في صاله 6 اكتوبر الساعه 4. اللي كان الدوري متوقف كان في اسبوع دولي كان في لعب ماتشات مع منتخب الدنمارك و لمنتخب مصر واللعيبه عادت مره تانية والاصابات كملت. كان عندنا ممدوح طه محمود فايز الاثنين مصابين ما كانوش لعبوا من اول الدوري لكن الحمد لله رجعوا لعبوا ماتشات وديه. لعبنا ماتشين ودي مع الزهور ومع منتخب 2000 وقدرنا الحمد لله نطمن على كل لعبتنا. الاهلي بيحتل المركز الرابع بفارق الاهداف. المركز الرابع اكيد مش ده نادي الاهلي لكن المركز الرابع بفارق الاهداف عن نادي سبورتنج وطلائع جيش كلهم برصيد 19 نقطه. ان شاء الله باذن الله كره اليد مستنيينهم باذن الله بروح بعزيمه باصرار بروح النادي الاهلي. خلينا نروح لنتائج وجدول ترتيب النادي الاهلي لكره اليد في مسابقه الدوري المحترفين. زي ما احنا شايفين قدامنا نتائج الفريق في الدور التمهيدي لغايه دلوقتي قبل مباراه بكره مع نادي 6 اكتوبر. النادي الاهلي لعب اول مباراه مع الطيران وفاز عليه 25-17 بفارق 8 اهداف وهليوبلس والاهلي. الاهلي هو دي المباراه الوحيده اللي خسرها بفارق هدف واحد على صاله نادي هليوبلس. وكنت اتكلمت قبل كده على المباراه دي بالذات على المباراه من جانب التحكيمي لكن بنتكلم وهنشوف بالاتحاد هيعمل ايه. الاهلي وحدائق الاهرام 24-19 والحوار والحوار والاهلي 22-13. النتيجه دي مش نتيجه مظبوطه 23 الاهلي بيفوز 22-13 والاهلي على نادي الزهور 29-19 والاهلي وسموحه 28-23 والاهلي بيفوز اخيرا على البنك الاهلي بنتيجه 23-18. نروح لجدول الترتيب. جدول الترتيب الزمالك في المركز الاول بلعب 7 مباريات فاز في 7 برصيد نقاط 21 نقطه وسبورتنج طلائع الجيش الاهلي الثلاث فرق ورا بعض في المركز الثاني يعتبر ثاني ثالث رابع بفارق الاهداف. لكن خلينا هنقول الاهلي لعب 7 مباريات فاز في 6 خسر مباراه من هليوبلس له 173 هدف وعليه 134 هدف ولازم نقف عند الرقم ده وليه 19 نقطه لان الرقم ده 134 هدف ده احنا اقوى دفاع في البطوله وقتنا هذا ودي حاجه كان بيركز عليها اولا لاند جرين من اول ما وصل اتكلم ان هو اسلوب الدفاع اهم حاجه الدفاع والفاست بريك وهي دي كره اليد الحديثه اللي كلنا عارفينها. فاكيد الرقم ده بينم ان دفاع النادي الاهلي في السبع ماتشات اللي فاتوا دفاع قوي جدا جدا لان حتى الرقم القريب ليه رقم بعيد عنه مش قريب حتى بيتكلم في الاربعينات بنتكلم من بدايه من الخمسينات وانت طالع اهداف
على الفرق الاخرى. نادي هليوبلس في المركز سموحه المركز الخامس برصيد 19 نقطه، وهليوبلس السادس برصيد 17، والاولمبي في المركز السابع رصيد 15 نقطه، والجزيره المركز الثامن برصيد 15 نقطه، والمعادي اصحاب الجهاز التاسع والعاشر برصيد 14، ونادي حدائق الاهرام المركز ال11 برصيد 12 نقطه، والزهور المركز ال12 ومعاه البنك الاهلي 11 نقطه، والجزيره الورد ال14 برصيد 10 نقاط، واربع فرق بيشتركوا في المركز الاخير: الفيوم، الطيران، ونادي الحوار، و6 اكتوبر. نادي الطيران في المركز ال16، اعتقد ان مش ده ترتيب نادي الطيران في الحقيقه، لان نادي الطيران نادي من قلاع كره اليد المصريه. المباريات المتبقيه للنادي الاهلي 6 اكتوبر يوم 31 اكتوبر، 6 اكتوبر والاهلي بكره ان شاء الله في نادي 6 اكتوبر يوم 31، الاهلي والمعادي 1 نوفمبر، والاولمبي والاهلي 7 نوفمبر في الاولمبي، الاهلي وطلائع الجيش في الاهلي 8 نوفمبر، جزيره الورده 14 نوفمبر، والاهلي والفيوم 15 نوفمبر، الجزيره يوم 21 نوفمبر، الاهلي واصحاب الجياد يوم 22 نوفمبر، سبورتنج والاهلي 28، والاهلي والزمالك يوم 29 نوفمبر. بكده دي مباريات المتبقيه. بعد كده هناخد اول 8 فرق، ترتيب هيحصل، هيرتبوا الفرق ال 16 فريق او 18 فريق، هياخدوا اول 8 فرق هيلعبوا على الدوري رايح جاي، وهو ده دوري المحترفين، والباقيين هيلعبوا على الصعود والهبوط. نتمنى التوفيق لرجالتنا، لازم بالعزيمه والاصرار وروح النادي الاهلي. تاني بكرر وبشد عليها جامد جدا للاعبتنا، بالذات في لعيبه النادي الاهلي، روحها جوه ارض الملعب، هي ان شاء الله اللي هتحقق المكسب باذن الله لفريق كره اليد. هنخليها مع كرة اليد وفريق شباب الأهلي تحت مواليد 2000 بيفوز على نادي 6 أكتوبر 31-29. المباراة اتلعبت في صالة 6 أكتوبر، كانت المباراة دي امبارح، والمدرب الفريق الكابتن محمد يحيى ماشيين ما شاء الله عليهم مواليد 2000 بخطة ثابتة، وأكيد لاعبتنا النجومنا في منتخب 2000 متواجدين مع الفريق، إذا كان حماي، إذا كان ياسر، إذا كان لاعبتنا في منتخب مصر، أكيد عاملين سبورت قوي جدا لفريق كرة اليد لمواليد 2000. خلينا مع كرة اليد ونستمر مع هنتابع، احنا قلنا ان احنا هنتابع هنا من كل الاتجاهات كل اللي بيرفع اسم النادي الاهلي وبيرفع اسم مصر. صورة مشرفة جدا جدا جدا، كابتن عاصم السعداني المدير الفني للاتحاد الصيني. مدير الفني للاتحاد الصيني بيشرف على تأهيل مدربي كرة اليد في الصين، اكيد كلنا عارفين ان كابتن عاصم السعداني هو كابتن النادي الاهلي ومصر في كرة اليد، وايضا المدير الفني السابق لمنتخب مصر والاهلي، وكان مدير النشاط الرياضي السابق بالنادي الاهلي، لكن خلينا نقول ان هو اشرف على كورس المدربين عشان ياخدوا رخصة سي في الصين. هو هناك رايح المدير الرياضي بينظم كرة اليد في الصين كلها. تخيلوا لما يكون مصري نادي اهلي بينظم في الصين، كويس، بينظم في الصين كل ده، بينظم كرة، بيخطط لكرة اليد في الصين، أكيد دي حاجة تشرفنا، أكيد دي حاجة تسعدنا كنادي أهلي وكمصريين إن عندنا هذه النوعية متواجدة عندنا من المصريين داخل مجال الرياضي، وأعتقد دي أول تجربة ياخدها مصري خارج الأراضي المصرية إن يكون هو اللي بيخطط لكرة اليد في مكان خارج مصر. الكورس ده بيتعمل لأول مرة في الصين، استمر ستة أيام، كمان كان بيحاضر فيه الدولي الفرنسي بول لاندرو، واكيد كابتن عاصم السعداني كنا بنتمنى ان هو يكون معانا عشان نعرف منه تفاصيل اكتر عن الموضوع، لكن الفرق الصين دلوقتي 3 4 الفجر، اكيد كابتن عاصم نايم، لكن احنا من هنا بنقول له فعلا فخورين بيك جدا جدا جدا، نتمنى له التوفيق، وفعلا تاني مره بقول وبكرر هو واجهه مشرفه جدا لكره اليد المصريه في النادي الاهلي وكمان في مصر. مستمرين مع كره اليد ومستمرين لازم نروح برضو بندور على نجومنا وبنتابعهم، وكان إصابة كابتن مروة عيد كان حاجة مهمة جدا، كل جماهير كانت بتتابع إصابة كابتن مروة عيد. كابتن مروة عيد كانت طمنتنا آخر مرة، قالت لي راح ألمانيا لدكتور فايلر، والدكتور اللي عمل العملية كابتن محمد محمود لاعبنا لاعب كرة القدم، وقالت إن هو يعني لازم تروح هناك عشان تطمن وتشوف، لأن الأشعة في فرنسا ما أثبتتش إن هي عندها رباط صليبي أو غضروف، قالت ان هي هتشوف الموضوع ده هناك، لكن احنا الحمد لله قدرنا نعرف ونتاكد، وقدرنا نتاكد ان هي الحمد لله الاصابه بعيده عن موضوع الرباط الصليبي. هو طلب منها الدكتور، احنا بنحاول نجيبها دلوقتي على التليفون، لكن احنا
قدرنا نطمن منها وهي كتبت على السوشيال ميديا ان هي بين شهرين ونص ثلاثه هتثبت رجليها او هتثبت الركبه وبعد كده ترجع للعلاج الطبيعي وتخش الملاعب مره اخرى. بنتمنى دايما لكابتن مروه عيد دايما يا رب تكون في احسن صوره، لان برضو مروه عيد مشرفه النادي الاهلي ومشرفه مصر لانها اول كابتن في مصر في الرياضه النسائيه او بنت عندنا تكون كابتن نادي اوروبي، كابتن نادي نيس اللي هو رابع الدوري وثالث الدوري وبتنافس على الدوري في فرنسا، فدي حاجه برضو مشرفه جدا جدا، واجهه مشرفه جدا جدا لينا. وكانت مروه عيد راحت لكابتن محمد محمود تطمن عليه وتقول له الف سلامه عليه زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره. هم دول ولاد النادي الاهلي وهي دي نجوم النادي الاهلي داخل النادي الاهلي وخارج مصر كمان، لازم كلهم بيقفوا مع بعض. وهاكد على حاجه، كابتن مروه عيد بتشكر كابتن نادر شوقي عن يعني مدى الوقوف اللي هو وقفه جنبها وقدر يساعدها في ميعاد مع الدكتور فايلر وقدر يسهلها امور كتيره جدا جدا جدا. من هنا اكيد بنشكره وبنقول شكرا كابتن نادر شوقي على اللي حصل مع كابتن مروه عيد. ودايما المصريين متواجدين فعلا في كل الاماكن بنساعد بعض ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. واتمنى ان مروه عيد تكون معانا، بس هم بيحاولوا يكلموها بس ما بتردش على التليفون. ان شاء الله تواصل معانا. هنسيب فريق كره اليد وهنروح لفريق كره الطايره رجال بقياده الكابتن ميدو مصلحي. كابتن ميدو مصلحي بيستعد خلاص لاخر مباراه في الدور التمهيدي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. رجال كره الطايره في النادي الاهلي نجوم الذهب، اخر مباراه هتتلعب مع نادي الزهور، الماتش هيكون في صاله الامير عبد الله الفيصل. الاهلي بيحتل صداره المجموعه الرابعه بعد فوزه في التسع ماتشات اللي فاتوا الحمد لله. وقدر كابتن ميدو صحي قلنا واتفقنا معاه قبل كده ان هو قال حاجه مهمه جدا، ان اللعيبه دول لعيبه النادي الاهلي الناشئين والشباب بالذات مبسوط منهم جدا ان هم قدروا يحل محل لعيبه كبار الخبرات. وكمان كان اثنى اخر مره كان كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن احمد صلاح اثنوا على ده، ودي حاجه هي دي استمراريه لعيبه النادي الاهلي، ولازم يكون اجيال بتسلم بعض ودي حقيقه النادي الاهلي. خلينا نروح لمباريات النادي الاهلي الماتشات اللي فاتت وجدول ترتيب النادي الاهلي بعد الجوله التاسعه. زي ما احنا شايفين قدامنا النادي الاهلي لعب اول مباراه مع جزيره الورد وفاز 3-0، مع الطيران 3-0، مع نادي هليوبلس 3-1، الاهلي وشرقيه للدخان 3-1، الزهور والاهلي 3-0، مع جزيره الورد مره ثانيه 3-1، مع الاهلي والطيران 3-1، الاهلي وهليوبلس 3-0، والشرقيه للدخان والنادي الاهلي 3-0. دول كده 9 مباريات ناقص لهم مباراه ان شاء الله بكره يوم الجمعه القادم مع نادي الزهور. نروح لجدول الترتيب المجموعه، الست فرق قدامنا. الاهلي بيعتلي صداره المجموعه بعد ما لعب 9 مباريات، الاهلي معاه 27 بونت، ونادي هليوبلس لعب 9 مباريات معاه المركز الثاني معاه 15 بونت، والطيران المركز الثالث لعب 8 مباريات ناقص له مباراه برصيد 14 بونت، الشرقيه للدخان المركز الرابع برصيد 9 بونت، والزهور خامس برصيد 5 نقاط، ونادي جزيره الورد برصيد 5 نقاط. بكده زي ما احنا شفنا رجال الكره الطايره نجوم الذهب عندنا بيحتلوا صداره المجموعه، ولسه الدوري هيكمل، الدوري لسه طويل، المرحله اللي جايه هي المرحله الاهم في دوري كره الطايره اللي احنا ان شاء الله لاعبتنا ان شاء الله بتسعى للحفاظ على القاب الكره الطايره اذا كان رجال او سيدات، لان احنا متسيدين الكره الطايره الحمد لله في افريقيا ومصر. خلينا مع الكره الطايره وتصريح للمدير الاداري اللواء خالد ابو زينه، ان هو بيقول بيطمن الجماهير على قدره الاهلي على حصد البطولات في المرحله اللي جايه. سياده اللواء خالد ابو زينه بيطمن الجماهير ان هو نقدر ان شاء الله باذن الله احنا بننافس على كل البطولات، وفي نفس الوقت كمان عندنا الحفاظ على الالقاب كلها، وده الشيء المهم ان لعيبه المنتخب وهي راجعه بعد ما خسرنا او طلعنا مركز عاشر قدروا يتجمعوا تاني في اطار الفني والاداري، قدر الجهاز الفني والاداري في النادي الاهلي يجمع اللعيبه كلها مع بعض اذا كان لعيبه المنتخب او لعيبه الشباب، وبداوا يعملوا توليفه جديده عشان يخشوا للمرحله الجديده وهي المرحله النهائيه لكره الطايره لدوري كره الطايره رجال في مصر. خلينا نروح تقرير مع سياده اللواء خالد ابو زينه وترجعوا لنا مره ثانيه. بالنسبه للكره الطايره في النادي الاهلي انا بحب الاول اطمن الجمهور واطمن مجلس اداره النادي واطمن كل الناس. فريق ما شاء الله قوامه كويس، كان فيه 7 في المنتخب والمفروض ان كان يبقى معاهم عبد الحليم عبو وكابتن محمد عبد المنعم ومحمد عصام معوض،
يعني يبقى قوامه 10 موجودين في المنتخب. احنا ربنا اكرمنا السنه دي بموافقه مجلس اداره كابتن محمود الخطيب ان هو يدعمنا بلاعب محترف. اللاعب ده حضرتك بس يعني بمنتهى الامانه يعتبر افضل لعيب دخل مصر. يعني انا طبعا ليا خبره كبيره في موضوع كره الطايره واللعيبه. ده لعيب بروفيشنال جدا، لعيب في منتخب كندا ما شاء الله، يعني احنا بنتمنى له التوفيق معانا. وهو على فكره يعني انسجم معانا جدا 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 في خلال 10 ايام. بالنسبه لحضرتك الفريق، احنا عندنا السنه دي حضرتك الدوري والكاس زي ما الساده الافاضل الجمهور والمشاهدين عارفين. عندنا حضرتك بطولة عربية هتقام في مصر، احنا طبعا ما خدناش لسه موافقات عشان الناس ما تفهمش، بس بإذن الله احنا منتويين ان احنا نقدم لمجلس الإدارة بالموافقة فيها. وعندنا بطولة أفريقيا احنا حاملين اللقب 3 سنين، ان هي بإذن الله تبقى السنة الرابعة على التوالي. يعني طبعا في حاجة استحدثت، ان هم الاتحاد المصري لكرة الطائرة كان بعت لنا بعد الدوري حضرتك اعتبارا من 8-11 هيبقى 12 فريق، هتلعب دوري من دورين. يعني هنلعب 11 مباراة في الراوند الاول و11 مباراة في الراوند الثاني، كده هتبقى انت بطل الدوري. بعد ما هنخلص عايزين ياخدوا اول اربع فرق هيعملوا بطولة السوبر، ودي تعتبر بطولة مستجدة في الاتحاد المصري. واحنا طبعا يعني دول 5 بطولات، مجهود شاق جدا على اللعيبه، وخاصه اللعيبه عندها حضرتك من 3-12 راح المنتخب علشان تصفيات الاولمبياد طوكيو 2020. فالسنه مكتظه جدا اللعيبه، الله يكون في عونها. اللعيبه من السنه اللي فاتت جت خدت اسبوع راحه ودخلت على المنتخب، لعبت امم افريقيه ولعبت حضرتك تصفيات دوري عالمي، وبعدين راحوا كاس العالم اللي حضرتك شفته. فيعني الموضوع صعب جدا ومستمرين، يعتبر من افضل النتائج اللي حصلت على مستوى كاس العالم اللي بدا سنه 65. تمام، هي البطوله دي ناس طبعا عشان انت كسبت ماتشين كانت متوقعه مزيد مزيد مزيد، لكن انت تعتبر افضل نتائج. لو حضرتك بصيت في الملعب هتجد 5 من نادي الاهلي بيلعبوا. فيعني عشان ما نقللش برضو من الاتحاد ولا نقلل من المنتخب ولا نقلل بتاع، دول احسن 12 فريق موجودين على مستوى العالم. يعني حضرتك بتتكلم في نخبه من ابطال قارات للمنظم بتاع البلد، كل الكلام ده في نخبه. انت عندك 7 لاعبين، 5 منهم بيلعبوا في الملعب. المجموعه كلها بقياده رئيس الجهاز كابتن محمد مصلحي، تمام، ومعايا كمدير اداري، تمام، للفريق. احنا كلنا حضرتك شخص واحد، نيه صافيه تماما، ما عندناش اي حاجه ان احنا نقدر نقول لا قدر الله في مشاكل في مش عارف، لا خالص. ناس كلها كتله واحده بنتحرك في حاجه واحده، هدف محطوط برواز ان هم عايزين يحققوا كل لط. هو ده اللي حضرتك السمة او اليافطه او البرواز اللي احنا بنتحرك فيه، اسم النادي الاهلي، تمام، واللعيبه عايزه تحقق. فتحقق النجاح هتحققه ازاي؟ هنا بالعرق بالجهد بالمجهود. زي ما احنا شفنا سياده اللواء خالد ابو زينه والكلام عن فريق الكرة الطايرة، رجال هم فعلا نجوم الذهب، لكن هم فعلا السنة دي الموسم شاق جدا، ربنا يكون في عونهم. لكن بس هقف عند نقطة وهعلق عليها، موضوع اللي احنا بدأنا منتخب مصر بدأ أول ماتشين ودي أحسن نتائج، لا ما كانتش أحسن نتائج لأن احنا خسرنا من تونس، ده بس تعليقا على منتخب مصر. لكن خلينا احنا في النادي الأهلي، مع احترامي احنا النهاردة منتخب مصر مع الاتحاد، وأكيد كلنا بنساند منتخب مصر للكرة الطايرة علشان عنده تصفيات الأولمبية في مصر اللي هي هتوصلنا للأولمبياد طوكيو. الحمد لله آخر بطولة آخر أولمبياد في ريو دي جانيرو منتخب الطايرة متواجد، نتمنى له إن هو يكون متواجد برضه في الأولمبياد اللي جاية. الموضوع طويل صعب على كابتن ميدو مصالحي، كان معايا كنا بنتكلم بره خالص وكنا اتقابلنا في نادي وقال لي الموضوع صعب إن اللعيبة راحة منتخب راجعة من منتخب، الأحمال التدريبية مختلفة جدا. النادي الأهلي لعيبته طول عمرها على مدار التاريخ بتشيل الموضوع ده اللي هي تبقى في منتخب مصر وترجع، لان كلنا في الاخر بنخدم بلدنا. النادي الاهلي دايما
بيفرغ لعيبته ويوديهم لمنتخب مصر، لان ده مصدر القوه في منتخبات مصر دايما مع كل الانديه. اكيد دي حمل صعب، لكن انا متاكد من لعيبتنا في النادي الاهلي، لعيبه رجاله بقياده الكابتن عبد الله عبد السلام، متاكد ان هم عندهم روح النادي الاهلي اللي تخلي الجمهور دايما سعيد. نتمنى لهم التوفيق جوه ماتشاتهم في النادي الاهلي وكمان في منتخب مصر عشان يفرحوا الشعب المصري كله. خلينا من الكره الطايره ونظل معاها مع سيدات الكره الطايره ايضا نجمات الذهب. نجمات الذهب بيستعدوا لاخر مواجهه اصحاب الجياد، اخر مواجهه في معاهم هي اصحاب الجياد. الماتش هيتلعب يوم الجمعه اللي جايه الموافق 1 نوفمبر على صاله ابو الهول بالاسكندريه. الاهلي كسب كل ماتشاته اللي فاتت ما شاء الله، مع ان في اصابات، اللعيبه مصابه، وكمان يا نور ياسين سافرت امريكا، لكن في الاخر اكيد نجمتنا الشابات اللي متواجدين جوه الفرقه، واكيد كابتن حمدي صافي توليفته الموجوده بنجومنا او نجمتنا، اكيد يقدروا يعدوا ويفضلوا محافظين ان شاء الله على ذهب الكره الطايره للسيدات. خلينا نروح نشوف لنتائج الجولات السته اللي قبل كده وكمان جدول ترتيب الكره الطايره سيدات. نتائج الفرقه ما شاء الله، الاهلي بيلعب سبورتنج ب 3-0، الطيران والاهلي 3-0، الاهلي والشمس مع الشمس 3-0، سموحه والجزيره ونادي الصيد الست ماتشات ما شاء الله بنتيجه واحده 3-0. جدول الترتيب، النادي الاهلي المركز الاول لعب 6 مباريات فاز في السته بمجموع 18 نقطة، نادي الزمالك في المركز الثاني لعب 6 مباريات فاز في 5 وخسر مباراة برصيد 15 نقطة، سبورتنج المركز الثالث برصيد 15 نقطة، والمركز الرابع والخامس الشمس والصيد برصيد 12 نقطة، والمركز السادس نادي هليوبلس برصيد 10 نقاط، وسموحة المركز السابع برصيد 9 نقاط، نادي أصحاب الجياد المركز الثامن برصيد 6 نقاط، الجزيرة المركز التاسع برصيد 4 نقاط، الطيران العاشر 3 نقاط، و11 الزهور بثلاث نقاط، ونادي المقاولين العرب برصيد نقطة واحدة من الدوري. تصريح مهم جدا لنجمتنا الكبيرة، برضو هنستمر مع الكرة الطايرة سيدات، وتصريح لنجمتنا الكبيرة فريدة العسقلاني. فريدة العسقلاني بتقول ان الموسم ده هو الموسم الاصعب لسيدات الطايره في النادي الاهلي. عكسك اكيد هبقى ماشي عكسك يا فريد، احنا عندنا نجمات كبار يقدروا يقودوا المرحله اللي جايه ونقدر نكسب، حتى لو عندنا اصابات، حتى لو عندنا اي حاجه لازم يكون عندنا. انا عارف انتوا كلكم عندكم روح الفانيلا الحمراء، فاكيد المرحله اللي جايه عايزه نجمات الذهب تكون متالقات دايما. لكن فريد العسقلاني قالت ان الدوري السنه دي صعب جدا بسبب وجود المحترفات لكل الانديه، كل أندية دعموا بمحترفات أقوية جدا في السيزون ده، فالسيزون ده قوي بمحترفاته. أكيد فريد العسقلاني بتقول كمان إن أبرز المنافسين السنة دي إذا كان نادي الزمالك ونادي سبورتنج ونادي الصيد، بتقول مفيش مباراة سهلة في الدوري والكاس، وإنها بتطمح لتحقيق المركز الأول والفوز بكل البطولات اللي بيشاركوا فيها سواء إذا كانت محلية أو أفريقية. وأنا بقول لها من هنا، بقول لها أكيد إحنا عايزين نحافظ على ألقابنا، انت ونجمات الذهب لازم نحافظ على القابنا عشان باذن الله نسعد برضو جمهور النادي الاهلي، لان كلكم بتلعبوا علشان دولاب البطولات يشتغل ونعد بطولات مع بعض، وفي نفس الوقت جمهور النادي الاهلي يبقى سعيد وفرحان اللي طول عمره لعبته وفرحان على مدار التاريخ. هنسيب الكره الطايره سيدات وهنروح لنجمتنا النجمه الكبيره كابتن دينا مشرف. كابتن دينا مشرف محترفه ومتالقه في المانيا في الدوري الالماني، بتلعب هناك، قدرت تكتسب خبرات كتيره هناك، وفعلا ما شاء الله عليها ماشيه بخطى ثابته. الدوري هناك دوري صعب جدا جدا، لان الدوري ده بيضم تقريبا من افضل 100 محترفه من ال 10 وال 20 في العالم، بيضم لاعبات كتيره جدا من الصين وكل انحاء العالم. دوري قوي جدا جدا، واكيد دينا وصلت للاولمبيات، واكيد المرحله دي اللي هي بتلعب فيها في دوري الماني اكيد هيساعدها في الاولمبيات اللي جايه، لان هي دي اتاهلت لاولمبيات طوكيو 2020 بعد ما فازت بذهبيه الالعاب الافريقيه. خلينا دايما نشوف نجومنا ونتحاور معاهم خلال التليفون وهم متواجدين في المانيا او في بلاد الاحتراف. كابتن دينا مشرف معانا على التليفون، مساء الخير يا كابتن دينا. مساء النور، اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟
الحمد لله كله تمام الحمد لله. كابتن دينا دايما يعني ما شاء الله الدوري الالماني هو من اصعب الدوريات في العالم بسبب تواجد تقريبا غالبيه المحترفين الكبار في العالم. قولي لي ماشيه ازاي في الدوري هناك؟ دي حقيقه، وفعلا الدوري الالماني صعب جدا، يعني من اصعب الدوريات في البنات وفي الولاد كمان. هي بالنسبه لي تجربه جديده ان انا العب في دوري صعب زي ده. فانا مبسوطه بيها جدا الحقيقه، لان انا حسيت فعلا بفرق من مرتين بس انا رحت هناك لعبت ماتشات قويه جدا. حسيت بفرق لان الواحد هو محطوط تحت ضغط بيضطر ان هو يطلع حاجات اكتر هو ما كانش حاسس ان هو ممكن يطلعها. وكمان بتخليني محتاجه كمان ارجع مصر مثلا او حتى في مواصلات اتمرن على حاجات تانية، فبالتالي ان شاء الله مستوايا ممكن يزيد ويعلى. شايفه الاستفاده هناك، الخبرات الزياده اللي حصلت هناك وشكل التدريبات يا كابتن دينا، عايز اسالك على شكل التدريبات هناك، الاختلاف بينها وبين مصر. هو انا اصلا يعني الاتفاق كان ان انا اروح العب الماتشات بس كويس التمرين هناك مع الفرقه. بس انا مثلا لو في ماتشات قريبه من بعض، يعني مثلا ماتش بعديه ماتش بعد اسبوع واحد، بقعد هناك في المانيا اتمرن مع المنتخب. طبعا تمرين المنتخب هناك في المانيا تمرين كويس جدا. كل اللعيبه هناك مستواهم عالي جدا، فبالتالي جوده التمرين عاليه قوي. بكلمك بصراحه، اكيد الاحتراف بنت مصريه بتحترف في الدوري الالماني، اكيد الموضوع عندهم يعني زي ما تقولي بنت مصريه جوه الدوري الالماني صعب شويه. شايفه الموضوع ده ازاي معاهم؟ ان في مصريه كابتن كبير زي كابتن دينا مشرف محترفه داخل الدوري الالماني، اتقابلتي ازاي لما رحت يا دينا؟ والله يعني الحمد لله هم اصلا احنا كلنا عارفين بعض يعني كويس من البطولات الدوليه والبطولات اللي احنا بنشارك فيها على طول دوليا، يعني نبقى كلنا عارفين بعض وكده، هم يعني مش جداد عليا وانا مش جديده عليهم. وكمان الحمد لله الفرقه اللي انا اتحطيت وسطهم كلهم ناس طيبه جدا واستقبلوني استقبال هايل الحقيقه، وكانوا فعلا مرحبين بيا جدا وانا ارتحت معاهم من اول مره رحت لهم. فالحمد لله دي كانت نقطه برضه قلقاني شويه، بس الحمد لله يعني كويسه قوي بالنسبه لي، اول مره رحت واستقبلوني كويس ومبسوطه جدا معاهم كلهم. دينا مشرف بنبارك لك على تاهيلك للاولمبياد، كان عايزين نعمل معاك حلقه كبيره لكن مش معاك سفرك ورجوعك وهكذا، يعني الموضوع صعب شويه، لكن ان شاء الله قريب نتقابل باذن الله توعدينا هنا اللي تكون متواجده جدا قريبه باذن الله معانا. لكن خلينا نتكلم على اولمبياد طوكيو 2020 وتاهلك بعد ما فزتي في الميداليه الذهبيه في دوره الالعاب الافريقيه. قولي لي الخبرات اللي انت هتكتسبيها في المانيا هتعود علينا بشكل عام، كلنا عندنا امل في دينا مشرف ان تقدر توصل لمراحل متقدمه في الاولمبياد اللي جايه. والله يا رب ان شاء الله. يعني اولا التاهل في حد ذاته كان يعني خطوه مهمه جدا بالنسبه لنا كلنا، احنا تاهلنا كمان كفرق الحمد لله في المغرب والافريكان جيمز اللي فاتت. وما كانش التاهل ما كانش حاجه سهله قوي، يعني الحمد لله خطوه كبيره عديناها، يعني اول خطوه. ثاني خطوه بقى اول ما تاهلنا على طول بدانا على طول في الخطه اللي هي بتاعه الاعداد. طبعا الدوري الالماني هيساعدني جدا في الاعداد ده، ان هو دايما حاططني تحت ضغط وان انا بلعب ماتشات جامده. فهو داخل من ضمن الخطه يعني للاعداد لطوكيو. كويس. ويعني الاعداد فعلا ان شاء الله يبقى متواصل من اول ما تاهلنا لحد ان شاء الله ما الاولمبياد تيجي. مفيش يعني مش هقف يعني ان شاء الله. فعلا الفتره مشغوله جدا، وعشان كده يمكن للاسف مش قادره ان انا اجي يعني. لازم تكوني متواجده معانا بصراحه، عشان معانا كلام كتير عايزين نتكلم معاك يا كابتن دينا بصراحه. ان شاء الله اكيد يا رب. يا رب. كابتن دينا مشرف كابتن النادي الاهلي وكابتن مصر اللي مشرفانا وتاهلت طوكيو وما شاء الله عليها في الدوري الالماني، فعلا بنقولها كل التوفيق ليها لانها واجهه مشرفه لينا جدا جدا، اذا كان للنادي الاهلي او لمصر في الدوري الالماني، ونتمنى لها التوفيق في طوكيو في مراحل الاعداد، لان فعلا دينا مشرف ان شاء الله تكون قريبه لحاجه لمراكز متقدمه ان شاء الله في طوكيو اللي جاي. هنسيب دينا مشرف وهنخلينا مع التنس طاوله وهنا جوده. هنا جوده بتتاهل لنصف نهائي بطوله القارات في بولندا. هنا جوده عندنا دينا مشرف في كبار، هنا جوده في صغيرين، ما شاء الله التنس طاوله سيدات يعني مودينا في اتجاه تاني مختلف اذا كان في النادي الاهلي او منتخب مصر. هنا جوده تاهلت لنصف نهائي بعد كسبت بطله الهند 4-1. بطلة الهند 4-1، وكانت في دور ال 16 طلعت بولندا
بطلة بولندا على أرضها وسط جمهورها، طلعتها من دور ال 16. كانت بدأت البطولة إن هي لعبت في المجموعة، كسبت بطلات مين؟ ماليزيا وبولندا وكندا، وده وكمان آخر بس ماتش خسرت من بطلة كوريا. المباراة اللي جاية لكابتن هنا جودة ربنا يوفقها بإذن الله وتعديها، مباراة صعبة مع بطلة اليابان. هنا جودة ماشية بخطوة ثابتة فعلا، بنبارك لها ونقول لها كل التوفيق ليها، كل التوفيق ليها والكابتن دينا مشرف، ويا رب دايما في تقدم. واحساس شخصي كرياضي بقول ان هم ان شاء الله في المرحله اللي جايه من طوكيو باذن الله يكونوا متواجدين في مراكز متقدمه، وان شاء الله يحاولوا يطلعوا كمان ان يكون على منصات التتويج. كده خلصت اخبارنا، لكن ما خلصتش حلقتنا، لسه الحلقه مستمره. هنخرج لفاصل ونستقبل دكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز في النادي الاهلي. قطاع الجمباز بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد فؤاد في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد النتائج خلال الأعوام الماضية، كما أن اللاعبين تطوروا بشكل رائع، هو ما وضح جليا من خلال حصد العديد من الميداليات والبطولات مع بداية الموسم الحالي. فنجد أن الأهلي نجح منذ أيام قليلة في حصد بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات تحت 10 و11 سنة، والتي أقيمت في نادي المقاولون العرب، كما توج المارد الأحمر قبلها بأيام أيضا ببطولة الجمهورية تحت 7 سنوات للناشئين والناشئات، والتي أقيمت على نفس الملاعب، وحصل فيها النسر الأهلاوي على 19 ميدالية ذهبية. لعل أهم ما ساعد أبطالنا على تحقيق أحلامهم هو تجديد وافتتاح صالة الجمباز بالنادي، التي كانت أحد أهم مشاريع قائمة الكابتن محمود الخطيب، التي تعتمد على خدمة عائلة الأهلي بكافة الأشكال، سواء رياضيا أو إنشائيا أو اجتماعيا أو خدميا، هو ما وضح خلال افتتاح صالة الجمباز الفني التي حضرها كبار مسؤولي اللعبة والرياضة المصرية. بل أن رئيس اتحاد الجمباز الدكتور إيهاب أمين أكد أن الأهلي أصبح قادرا على استضافة بطولات دولية وعالمية على تلك الصالة، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب استطاع الانتهاء من تطوير الصالة في وقت قياسي ليقدم منشأة رياضية عالمية جديدة للرياضة المصرية والمجهزة بأحدث الأجهزة العالمية. الأهلي يطمح في بسط سيطرته على مختلف البطولات في كافة الأعمار، هو ما يأمله مسؤول اللعبة بالقلعة الحمراء في البطولات القادمة. اكيد بنغطي كل العابنا في كل الالعاب المختلفه، اذا كانت العاب جماعيه او العاب فرديه، بس لعبه الجمباز بالذات لعبه بتهم اعضاء النادي، لان اغلب اعضاء النادي او ولاد اعضاء النادي بيروحوا يبداوا في السباحه والجمباز، فاكيد هي لعبه مهمه. خلينا نرحب بدكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز في النادي الاهلي. دكتور محمد بنرحب بيك. اهلا بيك يا كابتن خالد، منورنا. ربنا يخليك. عندنا حاجات كتيره، كلام كتير معاك النهارده. تحت امرك. اولا بنبدا بنبارك لك على بطوله الجمهوريه 1، زي ما حضرتك قلت لي بالظبط كده، بطوله الجمهوريه 1 اللي قدروا ولادنا الصغيرين 8 سنين و10 سنين و11 سنه يفوزوا بيها. عايزين نحكي من البطوله دي، بنحضر النشئ ازاي؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو احنا بنبتدي الموسم من نهايه الموسم اللي فات، يعني لما بتخلص الموسم اللي فات كويس بتبتدي على طول استعداد للموسم الايه الجديد، او مواسم متواصله. يعني مواسم متواصله، احنا يعني ما عندناش توقفات، انما احنا عندنا مراحل سنيه زي السلم كده، اللعيبه بتتصعد عليها، بنبتدي 7 سنين 8 سنين 9 سنين. فاللي لعب 7 سنين السنه اللي فاتت خلص الموسم، اصبح لاعب في 8 سنين، واللي لعب 8 بيتصعد زي السلم كده كويس. لما بتتصعد المرحله اللي بعدها، المرحله اللي بعدها
فيها إجباريات مقررة من الاتحاد، حركات معمولة في شكل جملة حركية، طبيعي ان المرحلة الاعلى هي الاصعب. يعني بتلعب 7 وتطلع 8، انت طلعت لمستوى اعلى، انت بتلعب 8. مش عايز اجري معاك عشان بس عايزين نحدد معاك. اللعيب الصغير بيخش الجمباز لسه بيكون 3 4 سنين، تمام، تبتدي تاخده فين وتبتدي يتدرج ازاي ويبتدي الحركات، بس عايز اعرف لغايه ما يوصل لغايه الاجهزه كويس بياخد المراحل ايه بالظبط؟ هقول لحضرتك، احنا هنرجع بقى من تحت شويه، قبل الفرق بقى. قبل الفرق، قبل الفرق احنا بنيجي على المرحله السنيه اللي هي هتستعد للدخول للفريق كويس، وبنعمل برنامج تدريبي للولاد اللي موجودين في المرحله دي اللي هيخضعوا بعد كده لاختبارات الانتقاء. كويس. البرنامج التدريبي بتاعنا ده هو فايدته انه ينمي القدرات البدنيه والحركيه للاطفال الصغيرين دول. كويس. اللي هتاهلهم للجمباز. بتعمل اختبارات دوريه فيه، بتعمل اختبار نهائي عشان تختار افضل عناصر من البرنامج ده، بيكشف لك المواهب والقدرات والفروقات الفرديه اللي بين اللاعبين واللاعبات. لعبه الجمباز لعبه تيجي بالتدريب ولا لعبه مواهب؟ الاول في قدرات. كويس. والقدرات دي تبني عليها بعد كده بقى ايه التطوير. لاخد كل ما كانت الموهبه كبيره كل ما كان تطويرها اسهل واعلى. تمام. فبالتالي انت بتدور على اعلى العناصر اللي متوفره عندك، عشان اللعبه مركبه شويه وفيها اجهزه كتير وفيها حركات كتير، فانت محتاج يعني زي ما نقول كده بالبلدي ايه، تدور كتير في الولد او البنت عشان تعرف تقيس له حاجات كتير، او تعمل انتقاء للعناصر اللي تقدر تمثل النادي الاهلي في مراحل الناشئين وتبتدي تطلع. بالظبط، عشان تعمل دي بقى مجموعة اختبارات كتيرة جدا عشان العناصر اللي انت عايزها كتير. تمام. الأهم من الاختبارات البرنامج التدريبي اللي احنا بنحطه للولاد الصغيرين دول. هو ده اللي بيبقى مهم جدا عندنا، وبنتابعه وفي مسؤولين عنه وفي اختبارات دورية وما إلى ذلك. جينا عملنا اختباراتنا واخترنا أفضل العناصر، لما بنختار أفضل العناصر يبقى هو دلوقتي أول مرحلة سنية هيلعب في بطولة الجمهورية. في الولاد بتكون تحت 7 سنين، في البنات تحت 6 سنين. اشمعنى فرق السنة؟ السنة دي الفرق السنة ان الاتحاد الجمباز قرر انه يبدر شوية بداية البنات عشان خاطر العمر التدريبي بتاع البنات شوية بيبقى اقل من البنين، ففكروا ان هم ينزلوا بالسن ال6 سنين ده عشان نبتدي من بدري شوية بحيث نلحق الحكاية كده. فانت بتاخد في البنات تحت ال6 سنين وبتاخد في الصبيان تحت 7 سنين وتبتدي تدربه على الاجباريات المقرره عليه، اللي هو المنهج بتاعه اللي هيمتحن فيه، اللي هيبدا يخش عشان يخش عشان يلعب جمباز بقى. كويس. اتحاد الجمباز يبعت لنا الحركات المقرره على اللاعبين دول، تشكلهم في شكل جمل. طبعا لازم تتدرب على الحركات لوحدها، الحركات دي ليها اساس بدني واساس حركي واساس مهاري تشتغل عليه، وبعدين تخلص تعليم الحركات تبتدي تركب الحركات في شكل جمله، تبتدي تعمل تجارب للبطوله. الموضوع صعب قوي. يعني هي لعبة الجمباز لو بصيت لها من بره ممكن تشوفها كده، انما اللي بيشتغلوا في الجمباز هو ده طريقهم ودي سكتهم وده ده شغلهم. بكلمك بصراحة شديدة، انا دخلت صالة الجمباز في النادي الاهلي تقريبا اكبر صالة مكتظة بالجمهور، مش بجمهور الاعضاء لكن بتكلم على اللاعبين. يعني الناس دايما ضغط على صالة الجمباز شغالة تقريبا 16 ساعة. هو طبعا احنا حصل لنا طفرة كبيرة جدا في الاقبال بعد ما السنة اللي فاتت مجلس ادارة مشكورا طور الصالة تطوير كبير جدا واصبحت يعني من اعلى الصالات اللي موجودة يمكن مش في مصر بس في الشرق الاوسط. ما شاء الله هايل. وبقى في اقبال عليها لان بقى مكان الناس حابة المكان، بقى التدريب نفسه الناس شايفة ان ممكن ان المكان ده يرفع مستوى اولادهم ومستفيدين. حتى في ناس بتيجي وهي مش عايزه تيجي جمباز بس هو عايز ياخد الجزء الاولاني بتاعي اللي هو في عمليه الاعداد، لانه بينمي كل القدرات، بعد كده هيروح في اي لعبه تاني هيبقى كويس. ففي اقبال، يعني احنا دلوقتي يكاد يكون السعه بتاعه الصاله اللاعبين اللي جوه تخطوا ضعف ما هو مفروض، ضعف. فبتضطر توسع ساعات التدريب، بتضطر تنقل فرق، في فرقه بتشتغل مثلا يوم الجمعه والسبت الساعه 9 الصبح و10 الصبح وبنقعد في النادي لحد الساعه 12 بالليل لحد النادي ما يقفل علينا عشان توسع. لكن هو الحقيقه برضو مجلس اداره مش سايبنا كده، وفي موافقه يعني ان شاء الله على ان يكون في صاله مجاوره للصاله بتاعتنا دي تخص المدارس والمبتدئين وصغير داخل اهل الجزيره.
ولا جنب الصاله اللي موجوده حاليا على طول. اه كويس جدا. عشان الاعداد الكبيره دي والتكدس ده يخف فتقدر ان وبعدين خلي بالك احنا برضو عندنا مشكله ان احنا عندنا جميع المراحل السنيه يعني من 7 سنين وست سنين لحد الدرجه الاولى فوق. مش كل الانديه فيها كده، في انديه بتلعب في قطاع الناشئين بس وما بيروحش في الحته اللي فوق. احنا عندنا كل المستويات. انت عندك لعيبه عشان تتدرب محتاج ان الصاله دي تبقى فاضيه تماما عشان يعرف يركز ويعرف ما يبقاش في دوشه وصوت وحركه وما الى ذلك. دول بنجيبهم الصبح بعيد عن الدوشه دي لعيبه الدرجه الاولى معظمهم، والدرجه الثانيه اللي هم الدرجه اللي تحت الاولى بيتمرنوا فتره صباحيه، بنوفر لهم ظروف تدريبيه بشكل مختلف عشان خاطر نقدر نوفر لهم ظروف تدريبيه كويسه. فاحنا بنستعد للبطوله من بدري جدا، من اول ما بنخلص من الاجباريات دي نبتدي نشتغل. عشان كده بقول لحضرتك احنا ما عندناش توقف، احنا الاولاد بتمتحن وترجع من الامتحان تتمرن شغالين على طول. يعني ممكن دلوقتي واحنا في البطولات تلاقي الوحده التدريبيه 4 أو 5 ساعات. والناس طبعا اولياء امورنا مشكورين الله يكون في عونهم معانا، لكن هم حابين الحكايه لان شايفين في انجاز. هكلمك يا ولي امر، لما ابني يتمرن 4 أو 5 ساعات في النادي هيروح المدرسه ازاي؟ هيعمل هوم ورك ازاي؟ هيعمل له ايه النادي؟ هم هم الحقيقه هقول لك على حاجه بصراحه. يعني اولياء امورنا انا بشهد ليهم طبعا يعني بالكفاءه المطلقه في تنظيم الوقت، لان هم بينظموا وقت اولادهم وبيجيبوهم من المدرسه وبتلاقي قاعدين في الـ في الـ في الـ في الجمباز بيعملوا الواجب قبل التمرين، وفي البريك اللي في النص كده تلاقي بيحل مسالتين الطفل الصغير عشان وبيخلص عشان يعمل الواجب كمان ويروح ينام، لان هي اللعبه تركيبتها صعبه محتاجه وقت تدريب طويل. بس كمان لما انت بتكون منظم العمل جوه بيكون في ناتج. انت ممكن لو الامور مش متنظمه ومنضبطه في التدريب تقعد تتدرب ومفيش ناتج في الاخر. فولي الامر بقى لما بيروح ويكسب ابنه ميداليه ذهبيه ويحس ان هو من المميزين بيروح التعب بقى ده كله أكيد. ويبدا يقول لك انا معاك بقى تاني، لو انت شغال تاني انا معاك تاني في البطوله اللي جايه. بصراحه شديده 19 ميداليه ذهبيه في قطاع الصغيرين او الناشئين يعني عندنا ده شيء مبشر جدا. بنلاقي شويه اللعيبه لما يطلعوا لفوق ما بيكونش النادي الاهلي دايما معتني بمنصات التدريب بالذات في الفرق الكبيره. ايه السبب؟ شوف هو احنا مرينا بفتره كده حصل فيها دروب بسبب ان احنا الاجهزه بتاعتنا بدات تقدم وبدات يحصل مفيش صيانه وفي عمر افتراضي في الاجهزه اكيد. والمستوى العالي لا يمكن تعمل مستوى عالي من غير امكانيات عاليه جدا في الجمباز. فحصل في وقت يعني لازم يبقى عندك الامكانيات المميزه جدا عشان تقدر تعمل لاعبين على مستوى الدرجه الاولى اللي منهم يروحوا المنتخب. لما حصل لنا كام سنه كده اللاعبين نفسهم ما عرفوش يتمرنوا فبداوا ينصرفوا شويه. احنا كان عندنا فريق في الدرجه الاولى كسب جميع البطولات اللي لعب فيها 3 سنوات متصله ما شاء الله، بطولات منطقه، بطولات جمهوريه، اي بطولات محليه وديه بتعملها الاتحاد 3 سنين. الفريق ده كله بدا يبطل تباعا لنقص الامكانيات. بعد كده بقى الامكانيات موجوده. بعد كده بقى لما جه بقى المجلس الاداره الحالي مشكورا طبعا وفر لنا الامكانيات بقى عندك عقبه ثانيه اللي هي التعليم. تعليم. لان الولد بيجي في السن اللي المفروض ينطلق ويبتدي بقى يصعب حركاته يخش في الثانويه العامه، يبتدي بقى عنده دروس الصبح وعنده دروس بالليل. احنا بقى برضو عملنا لها حلول. يعني انت دلوقتي لو تيجي تشوف عندنا مجموعه، وانت حضرتك بتحل منين بالظبط؟ بتحل ملعب كله، بتحل اولياء امور، بتحل مشاكل اللعيبه، لازم تحل كله عشان توصل في الاخر انك تنجح في الاخر. يعني انا بقول لحضرتك الفريق اللي بيبقى فيه منظمه في الثانويه العامه ملوش ميعاد تدريب، في 2 لعيبه عايزين يتمرنوا من 9 لـ 12 الصبح ينزل لهم مدرب يشتغل من 9 لـ 12، في 3 لعيبه هيجوا فتره من 3 لـ 6 بعد الظهر، في لعيبه هتيجي من 9 لـ 12 بالليل هيلاقوا مدربين. انت بتشتغل على ظروف اللاعبين، على ظروف اللاعب، ظروف اللاعب، لان هو في الثانويه العامه ولن تستطيع تقول له ما تروحش الدروس وما تروحش المذاكره مستحيل، لكن بتجيب جدوله وتقول له انت فاضي امتى، فيجي يقول لك والله انا فاضي مثلا من 9 لـ 12 الصبح، اتفضل انزل وفي مدربين هتلاقيهم موجودين. هو في الجمباز هاخد بس من كلام حضرتك، هو في الجمباز ممكن مدرب ما يكونش مدربي انا واتمرن مع مدرب تاني، ولا لازم هو نفس المدرب اللي يمرن التيم كله يمرن معاه؟ لا احنا دول بيبقوا مدربينهم اللي بينزلوا معاهم كلهم مدربينهم والمدربين هي اللي بيطلع عينها طبعا صراحه، لان تلاقي المدرب بيشتغل 3 ساعات الصبح ويشتغل 3 ساعات بالليل
وممكن يجي في النص، يعني المدربين بيتبهدلوا، بس ما لهاش حل غير كده. مدربين عشان نتكلم عليهم هو ولاد النادي مظبوط. احنا نجحنا الحمد لله بفضل ربنا، يعني ان احنا في خلال السنه اللي قبل اللي فاتت دي مع المجلس الجديد ان يكون في سياسه متفهمه جدا ان احنا نستقطب اولاد النادي، لان مش معقول ان انت ولاد طالعين في مدرسه كبيره عظيمه زي النادي الاهلي ويشتغلوا بره. طبعا. بس كمان هم عايزين يحسوا بان هم ولاد النادي موجودين في النادي، فكل الظروف اتوفرت لهم. استقطبنا مجموعه كبيره جدا من ولاد النادي وجم اقول لك يعني شايلين النادي شيل. شايف من وجهه نظر الدكتور محمد فؤاد ان المدربين شايلين الموضوع عشان ولاد النادي حاسين بالموضوع جدا، فاكيد بيدوا لعيبه حاجات مختلفه كتيره. اكيد طبعا، ولاد النادي عارفين يعني ايه المكسب، يعني ايه ان انت المركز الاول مش شايف غيره. انت مش بتلعب على الرابع والخامس. ولما بيخش عندك مدربين اكفاء كمان من بره بيدخلوا في المنظومه بتاعتك مع المدربين ولاد النادي، بيتحولوا برضو زي مدربين ولاد النادي. فبتنجح بقى ان انت ايه خلاص يعني تبص للمنظومه ما بتفرقش بقى بين مين، لا لا لا، كله بفكره واحده اللي هي احنا بنسعى لاقصى تحقيق درجات الفوز. دي اهم حاجه، هو ده النادي الاهلي. هو النادي الاهلي ما نعرفش غير كده. اكيد ده هو ده النادي الاهلي، لكن خلينا نستمر مع دكتور محمد فؤاد وهنكمل، لكن خلينا نخرج تقرير من مدربينا ولاد النادي الاهلي داخل صاله الجمباز، وترجعوا لنا مره ثانيه تشوفوا قالوا ايه عن البطولات والانجازات في قطاع الجمباز. احنا عندنا بطولتين، جمهوريه اولى وجمهوريه ثانيه. الجمهوريه الاولى الحمد لله البنات كلهم جابوا ذهب، انا فرقتي كلها 12 بنت وال 12 بنت جابوا ذهب الحمد لله. احنا خلصنا اول بطوله وعندنا بطوله ثانيه جمهوريه ثانيه، لسه ما حددوش الميعاد بس احنا طبعا بنجهز لها علشان نجيب حاجات احسن، وبنشجع البنات طبعا اكتر واكتر ان هم يعملوا انجازات اكتر، والبطوله الجايه بيبقى فيها حركات اصعب شويه، فاحنا لسه بقى نعلم البنات تاني. طبعا بيواجهنا صعوبات في التمرين، ان ازاي ان احنا نتعامل مع البنات يعني بشكل لطيف بحيث ان مفيش بنت تطلع زعلانه من التمرين، فيها ضغط نفسي ضغط عصبي، فبنحاول ان احنا يعني تحت اي ظرف احنا بنحاول نلم الدنيا كلها مع البنات، والحمد لله بفضل الله يعني البنات كلها كويسين الحمد لله، وان شاء الله بنستعد للبطوله الثانيه بافضل مستوى ان شاء الله واعلى مستوى باذن الله. نزلنا المفروض البطوله اللي فاتت كانت من حوالي شهر، كانت بطوله الحمد لله كنا مؤهلين ليها وكنا مجهزين نفسنا كويس، عملنا انجاز كويس فيها، جبنا كل اللعيبه 19 لاعب جاب ميداليه 19 ميداليه دهب. بنواجه بقى البطوله الجايه ان شاء الله جمهوريه 2 كمان شهر المفروض، كل حاجه بنبقى عايزينها بتيجي لنا لحد عندنا، اذا كان بقى امكانيات ايا كانت نوعها، النشاط الرياضي واقف جنبنا، المدير الفني كابتن عرفات كمان واقف معانا، مدرب العام، اي حاجه بنبقى عايزينها بتبقى موجوده، وباذن الله ان شاء الله البطوله الجايه تكون بطوله كويسه وسهله، وان شاء الله نحقق نفس الانجاز اللي احنا عملناه البطوله اللي فاتت. التحديات ممكن اقول ان هم سن صغير بيحب يلعب على طول، بيحب يتشاق، وده حقه طبعا، وده عندنا يعني رقم واحد ان احنا نوفق بين التدريب وبين اللعب، فدي بتكون حاجه صعبه علينا كمدربين ان اولاد طبيعتها بتتشاقى، فان انت تسيطر عليهم دي بتبقى حاجه صعبه شويه. الحمد لله رب العالمين، حققنا المركز الاول ميداليه ذهبيه ل 11 لعيب في بطوله الجمهوريه الاولى المقامه في نادي المقاولين. الحمد لله رب العالمين، احنا كان معانا 16 لعيب، 16 لعيب كلهم جابوا ذهب الحمد لله، واخر بطوله لسه جايه لنا تاني ان شاء الله الشهر الجاي. جمباز الاهلي يختلف اختلاف كبير عن اي جمباز تاني، للروح بتاعتنا جوه الملعب وروح اللعيبه المصرين ان هم على طول يكسبوا، ولازم بالنسبه لهم الهدف رقم واحد هو الميداليه الذهبيه، مفيش اي ميداليه تاني، يعني لما لعيب بيجيب حاجه
غير الذهب بتبقى ازمه كبيره قوي عندنا كمدربين. ان شاء الله النادي الاهلي هيهيمن على معظم المراحل اللي احنا بنلعبها من تحت سبعه لحد درجه اولى، وعندنا عدد من اللعيبه في منتخب مصر، وان شاء الله لسه عندنا كمان هنطلع اكتر واكتر ان شاء الله. اخر بطوله احنا حققناها من تقريبا من حوالي اسبوعين، بطوله الجمهوريه، معايا 15 لاعب الحمد لله بفضل الله كلهم مركز الاول، الميداليه الذهبيه. ده هو يعني النادي الاهلي دايما، يعني الحمد لله دايما بيبقى معانا منافسات كبيره من انديه على مستوى مصر. في عندنا هنا في القاهره والجيزه عندنا مثلا نادي الصيد، عندنا نادي وادي دجله، عندنا الشمس، عندنا مثلا في اسكندريه سبورتنج، عندنا النادي الاولمبي، عندنا سموحه. بفضل الله الحمد لله يعني معايا 15 ولد كلهم مركز اول، كلهم ميداليه ذهبيه، وبالمناسبه دي تقريبا البطوله الخامسه ليهم على مستوى الجمهوريه. بفضل الله دايما الخمس بطولات مركز اول، الحمد لله بفضل الله دايما احنا في وسط المنافسه الكبيره دي بيبقى لنا اسمنا، بيبقى الاهلي له اسمه. الحمد لله عملنا 11 ميداليه ذهب وميداليه فضه، تمام. والمرحله الجايه ان شاء الله داخلين على نفس السن، بس هنلعب بطوله ثانيه، البطوله الجمهوريه الثانيه ان شاء الله فيها اجباريات اكتر، فبنحاول نستعد لها اكتر عشان الاجبارات بتبقى صعبه جدا. والتنسيق ما بيني وما بين المدربين على حسب الاجهزه ايه الاولويه لمين، وبيبقى كل يوم لازم نلعب اجهزه ايه مختلفه، تمام، عشان ما يبقاش في تجتس، يعني في زحمه على نفس الاجهزه، تمام. وبيبقى في كده زي تايم تيبل لكل الجهاز عشان ما يبقاش في كذا فرقه داخله على نفس الجهاز. الحمد لله السيزون ده عملنا نتائج مبهره بسبب الملعب اتجدد، وجات لنا احسن اجهزه في العالم، الجيمنوفا، بكتر المراتب، كتر الاجهزه، ما فيش حاجه الحمد لله محتاجينها في الملعب، كل حاجه موجوده في الملعب، فده بيساعدنا اكتر على التمرين الكتير، والاولاد يعملوا نتيجه كويسه الحمد لله في البطوله يعني. الحمد لله ربنا كرمنا في بطولة الجمهورية اللي فاتت، جايبين 4 ذهب و3 فضة، وعندنا بطولة الجمهورية جاية إن شاء الله، بطولة الجمهورية رقم 2، إن شاء الله ربنا يكرمنا فيها ونجيب نتائج فيها أحسن. التحديات اللي بتواجهنا الدراسة، الولاد بيخرجوا من المدرسة أوقات متأخر، فعبال ما بيجوا التمرين ونلحق نتمرن بيكون الولد تعبان، فبيبقى غصب عنه النتيجة ما بتبقاش موفقة، لازم الولد يتغذى كويس جدا. لان دي مشكله بتواجهنا مع ولي الامر دايما، ولي الامر مش فاهم يعني ايه تغذيه لعيب، لازم الولد ينظم نومه ويبقى كويس جدا، على الاقل يبقى فيه 8 ساعات نوم عشان يبقوا كافيين عشان الطفل ومجهود، لازم الولد ياخد مالتي فيتامين كويس جدا عشان نتيجه المجهود اللي بيبذله، فنلاقي حاجه بتعوضه على الفيتامينات والمجهود اللي بيمارسه اثناء اليوم من دراسه وتمرين. زي ما شفنا تقرير جميل شكلهم يفرح، الميداليه الذهب لما بتتعلق في رقبه اللعيب بتبقى حاجه مفرحه جدا، حاجه بتسعدني شخصيا ان عندنا نجوم وابطال طالعين عارفين يعني ايه مركز اول، يعني ايه روح النادي الاهلي، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. دكتور، ايه رايك في المنظر ده؟ تقول للولاد الصغيرين دول ايه النهارده؟ بقول لهم الحمد لله على النتيجه طبعا، وهم يعني بذلوا مجهود كبير ومع مدربينهم واولياء امورهم، وربنا كلل نجاحهم بالنتيجه اللي حضرتك شايفها، كلهم مبسوطين ونسيوا التعب بقى والالام والاهات، ولا حاجه ولا وكل كل يعني المشاكل اللي موجوده دي، لكن المنظر اللي حضرتك بتشوفه ده اللعيبه نفسها مستعده تتعب تاني عشان تحقق نفس النتيجه، ولي الامر مستعد
والمدربين، واحنا من بعد ما خلصنا لبعض الفرق، احنا ما خلصناش بطوله الجمهوريه كل الفرق، بعض الفرق اللي خلصت لحضرتك صورتها من تاني يوم بتنزل تشتغل كان خلاص احنا ما نعرفش حاجه عن اللي فات ده، و اللي فات فات بقى خلاص، خلاص انتهى في التاريخ، خلاص انتهى عشان تلعب باقصى قوه في التدريب بتاعتك للفتره اللي جايه في بطوله الجمهوريه 2. بطوله الجمهوريه 2 طب مش هنروح لبطوله الجمهوريه 2، لكن احنا هنسيب القطاع الناشئين بنقول الف مبروك، ونقول لحضرتك الف مبروك عليهم، وان شاء الله يكملوا بهذا المنطق او هذا القوه. لكن نتكلم شويه على المنافسه المحليه مع الفرق الكبيره. المنافسه المحليه بنفس معنيه في المنافسه المحليه، احنا طبعا في المستوى الاعلى السنه اللي فاتت يعني حطينا رجلنا على المستوى القمي اللي فوق. الفريق الدرجه الاولى بدا يدخل من الثلاثه الاوائل، ما كانش عندنا الحكايه دي، دخلنا ثالث ما شاء الله. الفريق اللي تحته الدرجه الثانيه دخل اول طول الجمهوريه. هوقفك انا اسف بقطع كلام حضرتك، ايه يعني ايه درجه اولى ويعني ايه درجه ثانيه؟ درجه اولى اللي هم فوق ال 18 سنه. كويس. درجه ثانيه تحت ال 18 سنه اللي هم من 16 ل 18. هم دول اسمهم كده، هم اسمهم كده الاتحاد بيسمي، مش ليفل، لا لا لا، ده مرحله سنيه، مرحله سنيه اقل من 18، اقل من 18 وفوق 18، وفوق ال 18 يلعب درجه اولى، يعني لعيب الدرجه الثانيه هو كانه بالظبط لاعب تحت 16 سنه، تحت 18 سنه، تحت 18، خلينا كده تحت 18 سنه. تمام. لما بيعدي المرحله دي وبيكون محقق سكور معين بيروح يلعب الدرجه الاولى. هل ممكن يلعب درجه ثانيه وهو لما يعدي مرحله 18 سنه عشان ما جابش السكور، ولا خلاص ده معدى لازم يروح يلعب في الدرجه الاولى؟ الاتحاد بيحط ضوابط للحكايه دي. كويس. انك بيشترط عليك عشان تطلع من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى بسكور معين بيحدده كل سنه عشان يضمن ان انت كمان طالع الدرجه الاولى وانت قوي، ما انتش مش رايح تهرج فوق، عشان تبقى في منافسه في نفس الوقت، عشان احافظ على اللاعبين. انا مش طالع لاعبين ضعاف جدا ممكن يعملوا لي اصابات. احنا كسبنا الدرجه الثانيه دي اللي هي السنه دي عندنا طالعه الدرجه الاولى، احنا ابطال الجمهوريه، فانت رايح في سكه الدرجه الاولى، انت عامل موجات متتاليه ورا بعض. ال 15 سنه اللي هم تحتيهم تحت ال 18 سنه دول احنا تاني الجمهوريه، فالثلاثه القمه فوق انت موجود فيهم، ثلاث مستويات القمه موجودين فيهم. دي حاجه كويسه جدا. لكن انت شايف شكل المنافسه المحليه في الدرجه الاولى بقى، لان اكيد هي الدرجه الاولى هي الكريمه زي ما بيقولوا، هو الشكل طبعًا العام. المنافسه في الدرجه الاولى مع مين يا دكتور السيد؟ الدرجه الاولى بينافسك المؤسسه العسكريه عشان عندهم لاعبين كويسين وانضباط وما الى ذلك، بينافسك نادي الصيد، بينافسك وادي دجله، يعني بينافسك سموحه، الانديه اللي بتقدر يعني توفر ظروف تدريبيه للدرجه الاولى، مش كل الناس تقدر توفر ده، مدربين، امكانيات. ففي اكتر من نادي بينافسك، لكن انت من سنتين بس ما كنتش موجود في المركز في الثلاثه الاوائل، كناش متواجدين، كناش موجودين لان ما كانش عندنا الامكانيات اللي تاهلنا ان احنا ندرب الاولاد ان هم يدخلوا. كويس. مش بس الامكانيات، ما هو كمان النادي عمل معانا حاجه جميله جدا. ايه بقى؟ انه زود عدد المدربين، ودي نقطه مهمه جدا. النهارده لما يقف قدامك مثلا 10 لاعبين، ده نشاط رياضي بقى. ما طبعا رؤوف كده طبعا. تمام. طبعا. يعني انا طبعا بشكر النشاط الرياضي بقياده الكابتن رؤوف، لانه مش بس لائحه النشاط الرياضي، لا ده كل طلباتنا الحمد لله مستجابه، وانت ما تقدرش تمشي كده من غير ما يكون في صيانه الاجهزه دي، ويكون في وراك جهاز كبير اسمه النشاط الرياضي بيخدم عليك في كل طلباتك. عملوا معانا واستوعبوا حاجه جميله جدا، كل عواقب رؤوف عبد القادر على طول بيسهل على طول. انت النهارده وفرت عدد مدربين كبير، بدل ما انا مدرب واقف قدامي 10 بقى معايا 3 مدربين ما شاء الله. ما كانش في بوزيشن مثلا جديد اتوجد، وده مهم جدا، المدرب العام. قبل كده انا بعمل كل شيء في الـ في الـ في الـ في كل حاجه، فده من اول المدارس تحت. دلوقتي في مدير مدارس، في مدير، مدرب عام. عملت تخصصات، قسمت العمل طبعا. هو العمل بيشتغل في واحد بيشتغل في المنظومه دلوقتي، كل بوزيشن بتوجده بيبقى له مردود على الفرق. اما تجيب مدرب عام قوي زي كابتن عرفات او كابتن مها نجيب الناحيه الثانيه في البنات، قوه المدرب العام ده بيقدر ينفذ السياسه الفنيه بتاعتك مع كل الفرق، مع مدير مدارس تحت شغال بيشتغل معاك عشان يطلع لك من تحت مع زياده عدد مدربين. هو كده، هي دي منظومه، هو دي منظومه. مش بقى بشطارتنا احنا، هي طبعا ان النادي استجاب لطلباتنا وبعد ما فهم القصه فائدتها ايه، ومش بس كثره عدد وخلاص. تمام. كل واحد ليه دور في المنظومه الكبيره
بتاعه الجمباز في النادي الاهلي. بعدين عندنا منظومه وهي دي منظومه النادي الاهلي الاساسيه كلها بتتحرك جواها، في الاخر بتفرز وتطلع. دي اهم حاجه عندنا في الموضوع، ان اللعيبه دي توصل لمرحله ان هي تعتلي منصات الرئيس في الدرجه الاولى. خلينا نروح للاعبين ولاعباتنا فرح سيد والطريق الى الاولمبياد. فرح سيد طبعا هي يعني بطلتنا الجميله اللي بنفخر بيها، وحضرتك استضفتها في برنامج جميل احنا حابينه جدا. وهي الحقيقه لاعبه مجتهده جدا من لما كانت صغيره، وبتبذل مجهود كبير جدا دلوقتي في المنتخب، ولسه فرصه تاهل الاولمبياد قادمه. هي حققت نتائج رائعه على المستوى الدولي والعربي والافريقي وما الى ذلك، ما شاء الله عليها. واحنا بنبني عليها، يعني احنا بنعتبر ان ده النموذج اللي انت عايز تطلع من تحت، يبقى عندك خمسه سته نفس الكلام، عندك فريق طبعا. لما بيبقى عندك نموذج جيد وشخصيه حلوه كده ولاعب مميز، لازم تبني عليه وتطلع وراه، وبحيث ان هي في وقت من الاوقات لما تيجي بقى تبطل يبقى في اجيال طالعه بعد كده تسلم بعضيها. ده لازم تعمله، ودلوقتي موجود كده تحت فرح سيد. بدانا دخلنا بنتين في المنتخب اللي تحت، ندى عبد الرحمن وسميه الفقي، دخلوا وبيلعبوا دلوقتي على فكره. حضرتك بتكلمني وامبارح لعيبتنا حققت ثلاث ميداليات في البطوله العربيه اللي بتلعب في تونس، ما شاء الله. اول امبارح كويس لسه. طب ده قطاع مين؟ فرح سيد والتأهل الأولمبياد، حاجة تانية طريقها إن شاء الله بإذن الله التأهل، وإن شاء الله تعمل يعني نتيجة كويسة. ده قطاع البنات. قطاع الرجال، قطاع البنين دلوقتي إحنا عندنا اتنين لعيبة موجودين، محمد مختار وعبد الرحمن رضا. وعبد الرحمن رضا برضه لسه فايز بالمركز الأول في البطولة العربية، اللي لسه جايين راجعين. يعني موجود أنت في المنتخبات. كل ده في خلال السنتين اللي فاتوا دول بس. انت لسه الجمباز عمره طويل في البنى، كويس. يعني ممكن في بعض الالعاب تعدل الظروف بتاعتك بعد موسم واحد تعمل كل حاجه. انا في تقديري ان احنا ماشيين بمعدل سريع، كان ممكن نبقى ابطا. لا احنا ماشيين بمعدل، بس هو طبيعه البنى نفسه بطيء. يعني انت عشان تبني لاعب تقول انا هاخد لعيب كده اوصله منتخب، عايز سنوات طويله، عمر طويل. جمهور الاهلي بيعترف المركز الاول، واكيد الجمباز هو محط انظار جمهور النادي الاهلي. الجمهور الاهلي ما شاء الله عليه بيتابع من الكوره لكل الالعاب في النادي دلوقتي. دكتور محمد فؤاد من وجهه نظره هنوصل نعتلي منصات التتويج رسميا في المراكز الاولى امتى؟ احنا دلوقتي بنعمل دايما دراسه في كل سنه، كويس، عن ايجابياتنا وسلبياتنا وايه اللي عملناه وايه اللي ناقصنا وايه اللي حصل ونتائجنا كانت عامله ايه الموسم اللي فات. لان انت عشان توصل للتارجت بتاعك مش ممكن تعمل قفزه كده. ده جمباز، مفيش في الرياضه، مفيش في الرياضه كده. وحضرتك طبعا عارف ان الحكايه، لكن هي كل الحكايه ان انت بتبقى عندك بلان لكل سنه. السنه اللي فاتت عملنا ايه؟ كان وصلنا لفين؟ حققت اهدافك السنه اللي فاتت زي ما يعني حضرتك رئيس جهاز، حققت نسبه كام في الميه تقريبا السنه اللي فاتت؟ 70% مثلا. 70%، فانت بتقول عاجبني صراحتك بصراحه السنه. لا يعني لا، اصل انت مش فيش مجاملات هنا. انت بتبقى عارف وانت رايح تلعب انا بنافس. انت بتدرس المجتمع اللي بره حواليك، مظبوط، وعارف اللاعبين وعارف المستوى. لان لعبه الجمباز مش زي الالعاب الجماعيه، فيها عنصر المفاجاه اللي ممكن يحصل في الكوره، في الهاندبول، في كده. لا، اللعيب الفلاني اللي هتلاعبه جملته شكلها قد كده، درجاته اللي جابها في السنه اللي فاتت قد كده، انت عندك لعيب يكسبه ولا ما يكسبوش، فتبقى انت شبه عندك تصور. لكن عشان تطلع لفوق محتاج سلم طويل، ممكن ياخد منك 5 سنين عشان توصل. لكن طول ما انت ماشي صح وبتدرس في اللي فات وبتبني عليه ووراك اداره ربنا يعني يزود كمان مساندتهم لينا بالشكل الجميل. هو بيساندوا كل الالعاب بصراحه، يعني حاجه بجد. يعني احنا لسه من يومين حاصلين على موافقه مجلس اداره لسفر فريق الدرجه الثانيه اللي هو رايح بقى للدرجه الاولى اللي هو تحت ال 18 في بطوله دوليه في التشيك، ما شاء الله. لان لازم تعمل احتكاك دولي دلوقتي. انت كسبت بطوله مصر، كويس، اللعيبه دلوقتي خلاص عارفه ان هي احسن لعيبه في مصر، عايز تديها خبرات زياده. لازم تديله خبرات زياده. هجيبه منين؟ هلعب مع مين؟ هتلعب مع حد في مصر؟ انت كسبتهم كلهم في مصر. فلازم تروح في الحته دي. رايحين كام لعيب البطوله دي؟ رايحين 6 لاعبين. 6 لاعبين هيسافروا اللي هم محتاجين للحته دي. ما انت السفر ده مش دي بطوله ولازم اللعيب يبقى مؤهل ليها، فانت بتختار اللاعبين. يعني في لاعبين ثانيه من حقهم طبقا للوائح النادي يسافروا وكلام من ده، بس مش القضيه مش كده.
القضية انك تاخد اللاعبين اللي فعلا يستحقوا دلوقتي الاحتكاك عشان يطلع خبرات، عشان ياخد خبرات كذا يطلع لقدام. لسه لو اللاعب بتاعك مش جاهز قوي لفترة الاحتكاك ما يروحش، هي العملية كده. فانا بقول لك شوف المساندة جايالك في توقيتات كلها رائعة وجميلة. بنشكر طبعا على مجلس الإدارة تاني وتالت، ونشكر إدارة النشاط تاني وتالت، لأن من غير الكلام ده أنت هو دي عوامل النجاح. هو بصراحة شديدة أكيد بنشكر الناس كلها، لكن أنا بوجهة نظري هو بيأدي دور مجلس إدارة ونشاط رياضي بيأدي دوره على أكمل وجه زي ما بيقولوا، وأكيد مستنيين في الآخر النتائج. خليني أسألك سؤال مهم جدا، في العصر الحديث في الرياضة بيكون في دكاترة نفسية، بالذات أنت بتعامل مع نفسيات لاعبين صغار ونفسيات لاعبين كبار، الموضوع ده موجود في النادي الاهلي ولا بنعالجه ازاي بصراحه شديد؟ والله الموضوع ده مهم جدا. ايوه، لان في لعبه الجمباز الجانب النفسي مهم جدا جدا. اديك مثال صغير بس، اللعيب لو خاف او تردد، تردد ما خدش قرار انه يسيب الجهاز في اللحظه دي، ممكن يحصل اصابه كبيره. لعبه الجمباز لعبه اتخاذ قرارات. اتفرجت على اصابات كتيره في الجمباز. تمام، حق اتقال يعني. اللعيب الثقه بنفسه لازم تبقى موجوده بشكل كبير جدا. احنا من حسن حظنا يعني ان الجهاز اللي موجود حاليا معظمهم دارسين للجزء ده، يعني دارسين سواء اذا كانوا هم متخصصين في مجال التربيه الرياضيه فدارسين. احنا اكبر جهاز في النادي ناس عندها ماجستيرات ودكتوراه. دكتور محمد طلعت هو اختار المدربين كان بيبص على الناحيه دي. انت لازم تبص للمدرب على عدة عناصر. اولا هو عنده نتائج ولا لا، شخصيته عاملة ازاي، مدى استجابته للتعليمات اللي انت بتديها، لان في مدربين ما بيحبش يركب في منظومة. احنا قوتنا في ان احنا منظومة جماعية. كل الافراد اشتغل ترس في مجموعة تروس. هو ده على النفذ الاهلي دي حقيقة. لو انت جبت واحد مش راكب في الترس ده ما يمشيش، ما ينجحش في النادي الاهلي. ممكن ينجح بره بس ما ينجحش جوه. ينجح مع نفسه. ينجح بره ما ينجحش معاك. نمره اتنين، فالمدرب بتجيبه عارف كل المعلومات اللي انت بتحتاجها في التدريب. انت عارف المدرب هيحتاج ايه. لو المدرب ده عنده خبرات وما عندوش علم ما ينفعش. فانت عايز خبرات وعلم ويركب في المنظومه الكبيره دي ويطور نفسه. اكتر عدد مدربين بتاخد دورات تدريب دوليه في النادي، يعني يمكن اكون متحيز لهم انا، مدربينا. طب ده حاجه كويسه جدا. يعني سبورت من كل الاتجاهات. خليني، الحلقه بتجري بيه والوقت بيجري ويقول الوقت بيخلص، فعايز الحق اخد منك بس كلام عن مصر مش متواجده ليه على الساحه العالميه. مصر مش متواجده على الساحه العالميه لان ظروف التدريب للمستوى العالمي عايزه لاعبين محترفين، واحنا لسه ما عندناش اللاعبين المحترفين. احنا موجودين في بعض اللاعبين في البنين على مستوى مثلا بعض الاجهزه زي علي ابو القاسم، موجود على المستوى العالمي واخد بطل كاس العالم في فرنسا من شهرين. لكن انا بكلمك على المنظومه، انت ليه ما بتقدرش توصل؟ بالزبط. لانك مش قادر توفر ظروف احترافيه كامله للاعب، تصطدم بشغله، تصطدم بدراسته، تصطدم بكده. والمسألة العالمية بقى دي معظمها قايم على الاحتكاك الخارجي بشكل كبير. لازم اللعيب يوصل لمرحلة مستوى عالي جدا في التدريب جوه، وبعدين توفر له 15 20 مكان يحتك بيه عشان يوصل في الاخر لما يروح يلعب في بطولة العالم يعرفوا كلهم، كل الدنيا دي جرب يلعب معاهم، ولا في خط البطوله ولا خوف، ومره اخفق ومره 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 ومره. الظروف الحته القمية دي لسه صعبه شويه، لسه صعب. لكن اقول لك حاجه، احنا بقى كنادي اهلي ايوه بمشيئه الله ايوه يعني، وبمساندة طبعا مجلس الاداره واداره النشاط وكده، التارجت في دماغنا ان احنا نودي لاعبين للمنتخب يكونوا مؤهلين ان هم يروحوا للمستوى العالمي. بص انا اتمنى فعلا ان التارجت ده يحصل، لان لعبه الجمباز لعبه جميله في الاولمبيات وبتحقق ميداليات كتيره. نتمنى التوفيق باذن الله لعيبه النادي الاهلي في المرحله الجايه، وببارك لك مره تانية على المجهود اللي بيحصل، واتمنى لهم ان شاء الله باذن الله في المرحله الجايه يكونوا في احسن حال. اخر كلمه سريعه لاولياء الامور لان لازم نختم. اولياء الامور بشكركم جدا جدا على تعبكم وعلى تعاونكم، وتعبكم ما بيروحش هدر، واحنا مقدرين ان انتوا جزء من منظومتنا، وان شاء الله دايما نفرحكم بولادكم وتشوفوهم في احسن حال.
نورتني وشرفتني يا دكتور محمد. شكرا يا كابتن خالد. فعلا نورنا دكتور محمد فؤاد النهارده واتكلم في نواحي كتيره. كانت الحلقه تطول شويه لكن دايما هيكون متواجد معانا في المرحله اللي جايه عشان نتكلم على قطاع الجمباز، لانه قطاع كبير بيهم قطاع كبير داخل اعضاء النادي الاهلي. في نهايه الحلقه بشكركم والى اللقاء.